بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي السلام عليكم. لأي واحد ما عمره ما جرب البكاء ديال الخشوع، أعطيني ودنيك. بزاف ديال الناس كيظنوا أن البكاء صعيب وصعيب بزاف، وما كيوصل لدرجة الخشوع إلا في أقليلة من خواص الناس، وهذا خطأ، لأن الكل بإمكانه أن يبكي لله. ومشي ضروري أنك تبكي خوفا وخشية، ولكن في مرات كثيرة حبا وطمعا، حبا في الله وطمعا فيما عنده. هذا البكاء سهل، وممكن أي واحد في أي لحظة يبكي، فقط خاصك تصلح القلب ديالك وتخويه من كل الأفكار والمشاكل والهموم، وتقبل على الله، وكن متأكد أنه سيقبل عليك وسينعم عليك بهذه النعمة وما أجملها من نعمة. وتقبي أنك ما يمكنش تبكي مثلا في الصلاة وانت دخلتي تصلي وفمك كيقرأ الفاتحة، وعقلك كيفكر في الدنيا وفي الصفقات والمشاكل والتجارة والدراري، وهذا قال لي هادي وخاصني ندير هادي وهادي. وما تنساش طعم ديال دوك الدموع طعم خاص ما كيعرفو غير اللي مجربو، واحد الراحة والطمأنينة وواحد القرب الشديد من الله لا يوصف. يا خسارة تكون محروم من هذه النعمة وما عمرك تذوقتيها. وإذا استطعتي أنك تبكي من الخشوع، ربي غادي يجعلك إن شاء الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني من بين الشروط هو أنك تكون خاليا، تكون بوحدك وخاصة في الليل. ويا سلام لو كان في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر والناس ناعسين، وأنت بوحدك كتصلي وتذكر الله وتتفكر في خلق الله وتتفكر في الله وحده، تفكر في النعمة اللي أنت غارق فيها، تفكر في الجنة والنار، تفكر في يوم موتك وبأن الموت قريب، تفكر في ذنوبك الكثيرة وتحاسب نفسك على الأعمال اللي درتيها، وتقول واش كنت مخلص لله وحده في العمل ديالي، أو كانت النفس ديالي داخلة ودرتهم رياء. تقرأ القرآن وتحس الكلام موجه ليك أنت شخصيا، وتعيش مع الآيات ماشي تقرأهم غير بالزربة. أنا متأكد أنك غادي تبكي وغادي تحس بأروع إحساس. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وما تنساش أن العين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار أبدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا درتي هذا الشيء كامل وما بكيتيش، يمكن راك مازال كدير شي ذنب ومازال مصر عليه ومازال ما باغيش تتوب منه. حاول تجدد التوبة ديالك، وحاول تصلح من نفسك، وحاول تصلح القلب ديالك والأعمال ديالك، وإن شاء الله ربي ما غاديش يحرمك من نعمة البكاء خشية خوفا وطمعا فيه. شكرا بزاف. السلام عليكم.